Welcome back to my YouTube channel أو welcome لو دي أول مرة تشوفوني. النهاردة سريعا كده عايزين نتكلم عن التقشير الكيميائي. وقبل ما نتكلم أنا عايزة أقول إن أنا بقالي كتير قوي ما بعملش فيديوز على اليوتيوب بشكل مستمر، بس إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مش زي كل مرة، والمرة دي هستمر. عايزة أتكلم معاكم عن التقشير الكيميائي وأقول لكم كل حاجة عنه بشكل سريع ويبقى فيه كل الديتيلز اللي أنتم محتاجينها. اولا في نوعين من التقشير، التقشير اللي هو الفيزيكال اكسفوليشن والكيميكال اكسفوليشن. الفيزيكال ده اللي هو زي السكراب، لما بنعمل وشنا تقشير بالسكراب نحط السكراب وبتاعه ونغسل وشنا، ده الدكاتره بتقول ان هو مش احسن حاجه ولازم لما يجي يتعمل يتعمل بشكل بروفيشنال، وان هو مؤذي على المدى البعيد للبشره. يعني السكرابز اللي احنا بنعملها في البيت سواء اللي هي بالبن والسكر والحاجات دي او اللي احنا بنشتريها، الحاجات دي بتبقى فيها نسبه من الاذيه لينا اكتر من ان هي بتفيدنا. حاجة تانية نقدر نقشر بيها وشنا، والتقشير ده اللي بيجيب نتيجة احسن بكتير من السكراب، حتى نتيجة بنبقى احنا شايفينها احسن بكتير وبنحس بيها اكتر من السكراب بكتير، لان احنا ممكن نعمل سكراب وما نحسش بالنتيجة. بس هكلمكم عن الكيميكال اكسفوليشن، وكيميكال اكسفوليشن ده بجد من اكتر الحاجات اللي بتخلي الواحد وشه يفرق جدا، ومن ارخص الحاجات. يعني الحاجات المقشرات اللي احنا بنجيبها من الصيدلية بتبتدي سعرها تقريبا من 10 جنيه. بنعمل ايه الكيميكال اكسفوليشن ده؟ اولا عايزه اقول لكم ايه اللي انتوا بتكسبكت منه او ايه الحاجه اللي انتوا تتوقعوها من لما نيجي نعمل كيميكال اكسفوليشن. ان احنا اولا بشرتنا هتقشر جامد قوي، ثانيا بقى الحاجات الحلوه اللي هتحصل لنا ان احنا بشرتنا هتبقى انعم بكتير، هيبقى شكلها افتح، وهيبقى لو في بقع دكنه على الطبقه الخارجيه، لان التقشير اللي احنا بنعمله في البيت الكيميائي ده بيبقى للطبقه الخارجيه بس. لو احنا عايزين بقى حاجه متقدمه اكتر لازم نروح لدكتور، هو ده بقى اللي بيقشر لنا طبقات من وشنا، بيوحد لنا لون البشره بشكل كبير، ولو في حبوب تحت الجلد بتطلع بره الجلد وبيبقى اسهل لنا ان احنا نعالجها. هوريكم الكريم اللي انا بستخدمه، اللي انا بستخدمه اسمه اكريتين، والتركيز بتاعه 0.25%. في ادابلين او ادابلين، وفي حاجات كتير قوي، وفي اكني فري، في مقشرات كتيره قوي. تقدروا تسالوا الصيدليه تقولوا له احنا عايزين مثلا حاجه زي ادابلين او ادابلين، او عايزين حاجه زي اكريتين او اكريتين على حسب انتوا بتحبوا تنطقوها ازاي. الدواء ده بقى بنستعمله ازاي؟ علشان اولا ممكن يبقى عندنا حساسيه منه، ممكن نتخض من النتيجه بتاعته شويه ان احنا وشنا كله هيقشر. ده افضل استعمال ليه. اولا انا بحب اجيب التركيز القليل، بنجيبه وبنفرده على وشنا كله كانه مويسترايزر. بص هو اساسا عامل زي المويسترايزر جدا، بنجيبه وبنفرده على وشنا، ولمده اسبوعين كل يوم بالليل بنحطه على وشنا لمده 10 دقائق. في ناس تقدر تستحمل اكتر من كده، في ناس تستحمل اقل من كده، بس في النص هي ال10 دقائق. في دكتور قال لي، الدكتور اللي انا بروح له دايما اسمه شادي المصطفى، قال لي ان احنا ممكن نبداها بالتدريج، يعني اول يومين نسيبه 10 دقائق ولازم نمسحه تماما، وبعد كده نحط مرطب، وهقول لكم انا بستعمل انهي مرطب، وبعدين تاني يوم نحط ربع ساعه، بعدين تالت يوم نحطه تلت ساعه. بس في حاجات مهمه جدا لازم نعرفها واحنا بنستخدمه. يعني احنا هنحطه ال10 دقائق وبعد كده نمسحه ونحط المويسترايزر. هوريكم انا بستخدم ايه. الواحد يستخدم اي مويسترايزر بالنسبه له مريح. انا بالنسبه لي بيبانثن ده اكتر حاجه مريحه بالنسبه لي، وده انا بشرتي جافه، ممكن مثلا مع البشره الدهنيه ما يبقاش احسن حاجه، ممكن مع حد تاني يبقى مش احسن حاجه، بس عشان هو ما فيهوش اي نوع من انواع الروائح، لان ده بيعمل تقشير فبيبقى فيه نوع من انواع الالتهاب في البشره او نوع من انواع الحساسيه في البشره، فبنبقى محتاجين حاجه ما فيهاش اي نوع من الروائح خالص. يعني اي حاجه فيها اي مويسترايزر بنستخدمه او اي مرطب بنستخدمه في سنت او في ريحه ما نستخدمهوش. زي ما قلت هو ده اللي بستخدمه. يعني احنا بنستخدم الحاجات دي بالليل، المقشرات كلها نستخدمها بالليل، والصبح لازم لازم لو هننزل في شمس او لو هننزل في اضاءه او لو هننزل الصبح حتى لو هنبقى في مكان مقفول لازم نستخدم صن بلوك. هقول لكم على انواع الصن بلوك اللي احنا ممكن نستخدمها، بس عايزين نراجع سريعا ان احنا هنحطه بالتدريج 10 دقايق، ربع ساعة، تلت ساعة، او هنحطه كل يوم 10 دقايق لمدة اسبوعين لحد ما وشنا يبتدي يقشر. وبعدين وممكن اساسا نحطه يوم ويوم، ممكن نحطه 3 مرات ووشنا يبتدي يقشر. بس لو عايزين تقشير كامل لوشنا ان وشنا فعلا يتخلص من الطبقة الخارجية، يبقى اسبوعين كل يوم نحطه 10 دقايق لحد ما وشنا يقشر خالص، ونبتدي بقى ان احنا نشوف الجلد الجديد اللي هيطلع. فنتكلم بقى عن الصن بلوكس اللي احنا لازم نستخدمها سواء بنستخدم مقشر او ما بنستخدمش. بس اقول لكم ايه الهدف اساسا من الصن بلوك. الصن بلوك مش علشان ما نسمرش،
الصن بلوك مش بيز للميك اب، هو الصن بلوك علشان يحمينا من اشعه الشمس الضاره اللي هي اليو في اللي بتسبب الشيخوخه، الصن بلوك علشان ما يطلع لناش تصبغات جلديه من الشمس، الصن بلوك علشان يحمينا اساسا من الاضاءه الضاره لوشنا، لان في اشعاعات كتيره جدا بتيجي من الشمس تبقى مضره. ويعني لو انتوا بتستخدموش صن بلوك يبقى ما فيش اي كريم او ما فيش اي علاج للحبوب او ما فيش اي حاجه بتستخدموها ليها لازمه. بجد الصن بلوك هو اهم 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 حاجه. قبل ما نحط المقشر لازم نبقى 100% شور ان بشرتنا هتبقى نظيفه، هنغسلها بميك اب ريموفر كويس. انا عن نفسي بستخدم بتاع بايوديرما. بايوديرما اللي انا بعمله ان اي بوز ليهم، اي مكان ليهم هم فاتحين فيه، هم دايما بيبقوا واخدين مكان في اي مول، بتشتري واحد والتاني عليه 50% اوف، فانا دايما بشتري اتنين مع بعض فباخدهم ارخص من لما اشتري كل واحد لوحده. انما بقى صن بلوكس انا معايا كذا حاجه في كذا فئه سعريه، معايا كذا صن بلوك وهكلمكم عن كل واحد فيه وبالنسبه لي ايه احسن واحد. اوحش الحلوين هو نوكس ده. هو اولا لازم يبقى اس بي اف 50، لازم يبقى مكتوب عليه 50 بلس 50 زائد علشان يبتدي يحمينا من الاشعه الضاره. اقل من كده ما بيحميش، 50 اللي فوق بيحمي. نوكس ده اوفر برايسد جدا ب 400 جنيه تقريبا. بالنسبه لي مش اوحش حاجه، بالنسبه للبشره الدهنيه هيبقى مدمر جدا، لان هو بحس ان هو بيخلي الجلد ناري قوي وبحس ان هو بيخليه ملزق شويه، فبالنسبه للبشره الدهنيه مع الافرازات الدهنيه ده مش هيبقى لز حاجه. وكمان زي ما قلت لكم هو تقريبا اغلى واحد في اللي عندي. ايفا ده مرطب وفي نفس الوقت بيحمي من الشمس او بيقي من الشمس. بصوا انا بالنسبه لي ايفا ده حلو جدا للفئه السعريه بتاعته، ممكن يبقى فيه حاجه اغلى واحسن، بس بالنسبة ل 58 جنيه في صن بلوك بيدي البروتكشن بتاعه وبيدي الترطيب بتاعه وبيدي الافكت بتاعه هو حلو جدا، لان احنا بيبقى في حاجة لازم نتنازل عنها. يعني هو مثلا ممكن يرطب لنا بشرتنا شوية زيادة للبشرة الدهنية، بس اوفر اول بيدي بروتكشن وبيدي ملمس وبيدي كل حاجة كويسة. فزي ما قلتلكو نسبة لسعره هو كويس جدا 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 لو احنا عايزين حاجة بادجت قليلة او بفلوس قليلة وتدي ريزولت كويسة، فده اكتر حاجة هاركمندها. اخر اتنين اللي هو يورياج ولاروش، انا بالنسبة لي الاتنين دول احسن اتنين. انا بجرب يورياج بقالي 3 اسابيع ولاروش ده بقاله عندي بتاع شهرين تقريبا او ما كانش اكتر. ده للبشره الدهنيه، بس انا عن نفسي انا بحب استخدم الصن بلوك للبشره الدهنيه عشان انا ببقى اوريدي حاطه مويسترايزر ومش عايزه حاجه تدهنن لي وشي زياده او تخلي وشي يطلع اويلز زياده. ده سعره تقريبا في حدود ال 330، من 330 ل 350، بس برضو اي بوذ لروش لما بتشتروا حاجه بتاخدوا التاني عليها 50% اوف. مش منفذ بيع، مش صيدليه، صيدليات زي صيدليات 19011 وصيدليات مصر وكده بيعملوا عروض ان انتوا تاخدوا حاجه وعليها حاجه ساعات، بس في البوث بتاعهم دايما لما بتشتروا حاجه من المصدر نفسه بتاخدوا حاجه والتاني عليها 50 اوف. احلى 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 بروتكشن، ولا بتعرقوا، لان في صن بلوك ساعات بتحسوا ان انتوا كانكم حاطين بلاستيك، زي مثلا الصن بلوك بتاع كليو. كليو ده عباره عن بلاستيك بتحطوه على وشكم بتحسوا بيه قوي كانه عامل زي ايه، عارفين اللي بيتحط على الجسم نيفيا بتاع زمان بتاع الاطفال اللي هو ابيض ده وبيسيب ابيض على الجلد، هو بيعمل كده بالظبط بتاع كليم. اخر حاجه ما كنتش متوقعه ان هي تعجبني هو بتاع يورياج. بتاع يورياج ده تقريبا نفس الافكت بتاع لاروش جدا معايا. بالنسبه للبشره الجافه ده لايق على بشرتي اكتر، بقيت حاسه ان هو احلى شويه من لاروش، بس الاثنين فعلا الاثنين حلوين جدا جدا. انا ده الصراحه ما اعرفش سعره، فلو سعره اقل من لاروش يبقى ده احسن. ده كان مبعوت لي برده، وبتاع نوكس برده كان مبعوت لي هديه من نوكس. الصن بلوك مهم جدا جدا، اهم حاجه تقريبا في الدنيا كلها ان احنا نستخدم صن بلوك كويس مع بشرتنا، نستخدم صن بلوك علشان اي حاجه بعد كده نستخدمها تبقى فعلا بتدي نتيجه كويسه. وده الاساس بتاع سكين كير، ان احنا نستخدم مزيل للميك اب، ان احنا نستخدم منظف كويس، ان احنا نستخدم مرطب، وان احنا نستخدم صن بلوك. اي حاجه غير الاربعه دول بتبقى زيادات. في ناس تقول لكم الاساس هو السيروم، انا مش مع ان الاساس هو السيروم. انا فضلت سنين كتير قوي ما بستخدمش سيروم وما حسيتش بفرق. لما استخدمت سيروم حسيت ان هو بيبقى احسن، بس من غيره ما بتحسوش ان انتوا حاجه مش موجودة يعني. بس كده انا كده قلت لكم كل حاجة عن التقشير الكيميائي تقريبا. و thank you so much for watching. قولولي انتوا عايزين الفيديوز اللي جاية ايه، اكتبولي في الكومنتس. وبس اشوفكم المرة اللي جاية.